علي يعبد الله في إيواء الأيتام وفي قضاء الحاجات وفي التخفيف. هذه السلسلة المستمرة من الصراع بين الظالم والمظلوم. بأي صفة وصفت الظالم والمظلوم؟ إنني بعد أن شاهدت أن الأسلحة الفتاكة بدأت تفتك بالوطن ستمزقه. نحن إذا وجدنا دورية إسرائيلية أو كوماندوس إسرائيلي أو تسلل إسرائيلي دخل الأراضي اللبنانية، نحن واجبنا أن نطلق النار عليه. أراد الله شرا، ولكن الله أرادها خيرا. من ذلك اليوم بدأت المسيرة. والسلام عليكم ورحمة الله.